كنتقاتل مع الزوج مريض وكنتقاتل مع الدريه اللي عندها مرض نفسي، وعرفتي شنو هي مرض نفسي في البيت. الدواء كيعطوني جوج بواطات، شي الاخر كنشري عندي 1500 درهم ديال الدريه شهريا خصني نعطي لها. الله يجازيكم بخير، ديروا التفاته للناس المرضى وبالاخص مرضى السرطان. الناس مرضى السرطان ما عندهمش. انا اللي قلت لكم انا زوجي راه كلشي درتو لي بريفي. رحمه الله تعالى وبركاته. انا صحراويه اوفيسيال، ام وزوجه، الحمد لله تقاتلت باش كبرت هاد الوليدات. كنت انا والزوج ديالي كتف في الكتف، مقاتله انا وياه، الهدف الوحيد وداكشي اللي كنتمناو في حياتنا هو نكبروا دوك الوليدات. الحمد لله كبرنا البنيه، تزوجنا، عندي ولد واحد، داك الولد مسكين تا هو غير اجون سيكريتي، مقاتل تا هو مع الزمان، عنده 4 الوليدات. ما يمكنش ليا بنياتي مزوجات، ما يمكنش ليا غنتقل عليهم. الا جيت نتقل عليهم نخرب لهم بيوتهم، الا جيت نتقل عليهم نخرب لهم بيوتهم. دوك البنات صافي حياتي معاهم سالات، ملي تزوجوا مشاو داروا حياتهم، الله يسهل عليهم. دابا حياتي انا عندي الزوج مريض بالسرطان وعندي، ماشي ساهله بنتي. الناس راه عندهم اموال خدامين وعندهم مندات وعندهم عقارات وعندهم، وتغلبوا بهذا المرض، وما بالك انا لواحد السيده لا حول لي ولا قوه. كنتقاتل مع الزوج مريض وكنتقاتل مع الدريه اللي عندها مرض نفسي، وعرفتوا شنو هي مرض نفسي في البيت؟ راه ما كاينش الاستقرار، ولا ما خداتش الدواء ما كاينش الاستقرار. الا ما خداتش الدواء تبعت الدواء كيعطوني جوج بواطات، شي الاخر كنشري عندي 1500 درهم ديال الدريه شهريا خصني نعطي لها. كنتلاوط كيف ما كيقول، كنتلاوط انا هي ديك. انا ما كنحشمش كيف قلتها في فيديوهات كثيره، ما كنحشمش وكنخجلش نقول بانني كنساعد على زوجي. ليا الشرف نساعد على زوجي، كان نعمه الزوج كان عنده كروسه ديال السوسيت. الناس كلها كتعرف باسكور، الناس اخص الناس ديال سباته كيعرفوا باسكور، كيجيب داكشي اللي قسم الله ما كيحسبوه حتى لعدي قدامي. حنا كنفطروا كيقول اش بغيتوا تغداو، مقاتل معانا الناس والبرد، مغطين بجوج مانطو بثلاثه المانطو باربعه المانطو وفيهم البرد، وهو مسكين في الزرقاء الشتا والبرد عليه في الليالي وحر الليالي. قاتل معايا والله يجازيه بخير، والله يجعلها لي في ميزان حسناته. واليوم اللي مرض بسرطان انا ما غنتخلاش عليه. انا كنت خدامه كنبيعو نشري، عمري ما قلت للناس عطيوني، ولكن اليوم ما بقيتش قدرت لان ما كاينش معامل نخلي الزوج عنده سرطان الحنجره. الناس كلها كيشوفوا في الفيديوهات عنده سرطان الحنجره، مركب لاباري، الا تخنقت لي ديك لاباري خصني نكون نبطر بيه في البلاصه، خصني نغسلها ونقيها ليه. صعيب خاصو ما يتقطعش. انا قبل ما نبداو الدواء قسم لكم بالله الا كنت كنخزن البوطه كنخزن الماس، كنعرف كتعرف الزنقه وترقد في الزنقه، راه كنمس تي المخ ديال الخضره كنقي به الخضره وكنغبرو، كنخاف كنخط البوطه كنجمع وكنخشيها حدايا. هي الصغيره عندي الحمد لله، دابا هي كتاخذ الدواء ديالها الحمد لله الحاله راه، ولكن خصك تكملي الدواء ديالها، خاصها تكمل دواء. واليوم انا جيت نتكلم على معاناه المراه، كيف ما قلت ديما الراجل ملي كتمرض المراه راه كيخدم وكيجيب ليها، كيخلص لك، راه كيخلص الماء، كيخلص الضوء، كيتقدى حتى لما قدرت تشقى كيجيب لها المراه اللي تشقى ليها. يعني كتكون المراه مرتاحه، ولكن ملي كيمرض الراجل ما عندك والو، لا حول لك ولا قوه، شنو غديري باش يساعدوني؟ ما غاديش نكرو، كاينين بعض الناس وكاينين بعض الناس كيمحنوك كيواعدوك يكذبوا عليك، الوعود الكاذبه. كاينين الناس اللي كيساعدوا ايوا ولو بشيء قليل، ولكن راني عندي مريض، راني عندي جوج المرضى للاسف الشديد. حنا ما كهذوك الناس ما وقفوش لي فرزقهم، الله يسهل علينا وعليهم، ولكن هاد الناس المرضى، الناس المحتاجين راه خصهم التفاته، راه هما اولى. انا ما كنطلبش، بغيت دار ولا بغيت فيلا ولا بغيت ساك ولا بغيت ساكسيني ولا بغيت جلاب ولا بغيت طلامط، انا باغي الماكله، باغي الدواء، ما بغيت والو. انا بغيت غير العلاج لواحد الراجل مريض، وبغيت الدواء لواحد الدريه مريضه، بغيت ما ياكل ويشرب يعيش معزز مكرم داك الراجل تيديمو الامانه اماته. انا ما طالبهاش شي حاجه، كل مساعد. بنتي الله يجازيكم بخير، ديروا التفاته للناس المرضى وبالاخص مرضى السرطان. الناس مرضى السرطان راه ما عندهمش. انا اللي قلت لكم انا زوجي راه كلشي درتو لي بريفي، ملي ديتو عطاوني رونديف على 3 شهور، وانا طبيب تيقول لي خصو العمليه في اقرب وقت. انا كلشي درتو بريفي، ما يمكنش لي غنهزو دابا من الخاص ونديه للمخزن، ما يمكنش لي. ما عنديش تغطيه صحيه لا والو، ما نقدرش. خفت انا من داك الخلاص يتزاد عليا، داك اللي كيقولوا طالع المؤشر وهابط المؤشر، انا خفت منه ما قدرتش عليه. انا كنتقاتل باش ما عطى الله. خوتي الله يجازيكم بخير، المساعده الاخوان، راه ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، راه يد الله مع الجماعه. حنا ما كنطلبوش شي حاجه كثيره، ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله،
كنطلبوا غير الاخوان الناس المحسنين يديروا لينا التفاته، الناس اللي ما عندهمش. الله يجازيكم بخير، وانا حياتي كلها راني عارضه لكم على القناه ديالي على التيك توك 06 45 68 80 03. والله يجازيكم بخير.